نجحت الدولة المصرية في خلق واقع متميز وملموس على أرض سيناء بعد أن عكفت على إدماجها في قلب عملية تنموية شاملة بالتزامن مع تثبيت دعائم الأمن والاستقرار بها. في هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا يفيد الطفرة غير المسبوقة والمشروعات العملاقة للتنمية والتعمير على أرض سيناء ومدن القناة.